بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم دلوقتي على ضعف الشهية، ان حد ما بياكلش مش عاوز ياكل. اسبابها ان بيكون فيه عوامل توتر وقلق وحزن، يعني شيء نفسي او انساني او كذا، وده علاجه البصل والثوم والحبهان والبقدونس والاطرج والبرتقال والليمون. بتجيب الحاجات دي مع زيت قيصوم تحطها عليه وتعمل منها عصير مغلي ويفطر تشربه، يفتح للشهية كويس جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. كل الشكر والتقدير لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.